حياكم الله مجددا. أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الفاتورة الضريبية في شكلها المبسط ينبغي أن تتضمن في حدها الأدنى 5 عناصر رئيسة، هي تاريخ الإصدار ويقصد به تاريخ إنشاء الفاتورة والاسم والعنوان والرقم الضريبي ويقصد به الاسم القانوني وعنوان الرئيس لصاحب الضريبة والرقم الضريبي، موضحة بأن المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة يتعين عليهم إصدار فاتورة ضريبية عند أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة.